المتحدث العسكري اكتشاف وتدمير عدد 9 فتحات لأنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. مصرع 7 عناصر إرهابية في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن. الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة مدبولي يوافق على إجراءات لسرعة استكمال تطوير مثلث مسبير. سامح شكري يستقبل وزير خارجية تونس قبيل انطلاق آلية التشاور السياسي بين البلدين. وزير الإسكان 1783 وحدة إسكان اجتماعي تم تخصيصها لأسر الشهداء. هالة زايد فحص 3.6 مليون مواطن في 6 أيام بالمرحلة الثالثة لمئة مليون صحة. غدا والي توفير 50,000 كاشف لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي الطرق السريعة. التضامن نستهدف تأهيل 800,000 شاب للزواج سنوياً عبر مشروع مودة. ختام فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي العابر. رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين الدولية للسياحة. وزيرة الهجرة الرئيس السيسي مهتم ببناء الإنسان المصري. دايا الألمانية توقع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز في مصر وتخطط لضخ استثمارات بنحو 700 مليون دولار. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة. إجلاء زوجات وأطفال مسلحي داعش من آخر معاقل التنظيم في سوريا. انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشيو. ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال بورصة مصر باليوم العالمي للمرأة على شاشاتها بنيويورك.